السلام عليكم، أنا محمد غنايم. في هذا المقطع لا أريدك أن تذاكر 15 ساعة يوميا أو أن تنام فقط 6 ساعات أو أن لا ترى الشمس وأنت بين الكتب. بالطبع لا، هذا تعذيب وليس دراسة، ولكنك ستصبح متفوق جدا في هذه الحلقة دون أن ترهق نفسك حتى، وهذا ما سأخبرك إياه في هذه الحلقة بإذن الله. أساسا لا يوجد شخص متفوق يسهر في دراسته لبعد الساعة 12 مساء أو تكون حياته كئيبة ما بين قلق وتوتر، أو يكون منطوي على نفسه بين الكتب، أو يكون بشع المنظر والهندام رائحته مقرفة كما نرى في البعض الذين من المؤكد ليسوا متفوقين. هذه قلة نظافة لا دراسة واجتهاد يا صديقي. في مقابلة مرة شاهدتها لإحدى الأوائل في امتحان الثانوية العامة على وطنها، قالت أنها لم تكن تسهر للفجر، بل أنها كانت تستيقظ له، وأنها كانت تنهي واجباتها قبل العشرة ليلا وتنام، وكانت تتابع كل شيء في السوشيال ميديا ومن ضمنه مسلسل تلفزيوني، وأنها تعيش حياتها بكل رفاهية ولا تحرم نفسها من أي شيء من حلال الدنيا، ومع ذلك كانت متفوقة وكانت من الأوائل على وطنها. فالتفوق لا يرتبط بالصورة النمطية التي رسمت في مخيلتك أيها الجميل. إذا أردت أن تصبح الأول على صفك أو معدلك جيد جدا في الجامعة، يكفي فقط أن تدرس يوميا 3 ساعات فقط، تخيل. نعم، هذا ما جاء في دراسة طلعت عليها، أتركها لك في الوصف. ولا صح من 3 ساعات فما فوق، يعني أنت وكرمك على نفسك. التنظيم، أعرف ما ستقول الآن يا محمد، الكلام سهل والفعل صعب، اصبر أيها الطيب. التنظيم له 1000 طريقة، أنت وما يناسبك. بالنسبة لي في نهضة التنظيم، كل يوم صباحا أكتب على تطبيق الملاحظات كل المهام والأمور التي يتوجب علي إنجازها في ذلك اليوم بحول الله. مستحيل أن أنجز إذا ما رتبت ما يجب علي أن أنجز في يومي، أشعر أنني تائه به. صدقا هذا الأمر يعطيك ذلك الشعور بالإنجاز بعد القيام بكل فعل، ويجعلك تحظى بالكثير من الوقت وأنت متفوق في عملك ودراستك دون أن تنسى شيء أو تقفز عنه. هل عمرك وجدت بناء بني دون أن يخطط له المعماري ويرسم تفاصيله؟ ونفس الأمر، كيف ستنجز في يومك وأنت لم تخطط ماذا ستنجز؟ كمن يدرك الأمر هيل كما يقال، أي عشوائيا. هذه الدقائق البسيطة التي تأخذها وأنت تكتب ماذا ستفعل أو تدرس في يومك هي فعليا أهم ما في يومك. وملخص هذه النقطة أنه يجب عليك صباحا أن تخطط وتنظم ماذا ستنجز أو تفعل في دراستك أو عملك، ودائما ضع الصعب في مخططك ثم السهل ليسهل عليك تنفيذه. ثانيا، الانتباه أثناء الحصص أهم من التحضير المسبق للدرس. لا بد عليك أن تستمع لما يقوله المدرس أو المحاضر، ولا يجب أن تفعل كما يفعل أغلب الطلاب، سواء بالتغيب عن المحاضرات التي لا يوجد بها حضور أو غياب، أو أن تكون في الدرس غير مركز أو منتبه. انتبه حتى لو لم تفهم أي شيء، هذا الانتباه سيعطيك رؤوس أقلام لما ستدرسه لاحقا ويسهل عليك العملية. هي سهلة أساسا لو فهمتها. كان لي معلم يقول فهم المسألة 2/3 الإجابة. علميا الانتباه خلال الدروس توفر عليه 50% من الفهم والدراسة بعد ذلك. لما كنت في المرحلة الثانوية كنت أحرص على الانتباه خصوصا في المواد الأدبية لا أضطر لقراءتها مجددا. وأتذكر في الاختبار النهائي لمادة الدين، ونحن في فلسطين وقتها كنا في الاختبار النهائي نقدم كل المادة مجتمعة، فكانت المادة طويلة وبها الكثير من الحفظ. المهم لم أتمكن من مراجعتها كاملة ليلة الاختبار، وفي الاختبار تذكرت كل الإجابات اعتمادا على الانتباه في الحصص، وكأن الله ألهمني وقتها وحققت بها 100% بحمد الله. وهذه النقطة جعلتني لا أترك الانتباه في المحاضرات مهما جرى، وأنت كذلك فعل. ملخص النقطة الثانية، انتبه خلال الدروس يوفر عليك أن تسهر لآخر الليل وأنت تدرس، فهذا يوفر عليك 50% من فهم المادة. ثالثا، العب كما شئت ولكن وقت الدراسة أدرس. يعني تصفح هاتفك، أخرج مع أصدقائك، اجلس بدون فعل أي شيء، ولكن عندما تدرس أدرس، ولا تسمح لنفسك بفعل أي شيء خلال ذلك سوى ذلك، لأنك فعليا لتصبح متفوق في دراستك تحتاج 3 ساعات يوميا كما قلنا. وكلما تصفحت هاتفك خلال الدراسة زادت هذه المدة وقل تركيزك، وحينها أنت لا تدرس بذكاء بل بجهد، وحينها ستقول في نفسك اليوم انتهى، غدا سأذاكر من الصباح بدون توقف، وهكذا تمر الأيام بدون مذاكرة. أعتقد أنك شعرت أنني أتكلم عنك صحيح. ملخص هذه النقطة، عندما تقرر أن تدرس أدرس ولا تفعل أي شيء آخر سوى الدراسة، سامعني؟ رابعا، تأكد من تدوين الملاحظات أثناء مذاكرتك. تأكد من تدوين أهم الملاحظات الموجودة، فكلمة واحدة قد تذكرك بالموضوع بأكمله، وكلما كانت الكلمة غريبة كلما تذكرتها أسرع. الله يسامحنا كيف كنا نحفظ بعض الأمور. لا يشترط أن تلخص كل المادة على دفتر جانبي كما يفعل بعض المتفوقين، فهذا يأخذ منك وقت وجهد كبير، ولكن يمكن أن تكتب على الكتاب نفسه إشارات وعلامات فرعية. استخدم الألوان، الإشارات التعريفية، المهم لا تترك الورقة نظيفة. أنت مثلا لو سلكت طريق وتركت أثار أقدامك خلفك سيسهل عليك العودة من تلك الطريق، صحيح؟ ونفس الحال لما تقرأ، اترك علامة أنك مررت بتلك الصفحة، وهكذا يسهل عليك تذكرها. خامسا، لا تتردد في السؤال عن شيء لا تعرف. 2 لا يتعلمان،
الخجول والمتكبر، لأن كلاهما لا يسأل إما خجلا أو تكبرا. اسأل بدون تردد، اطلب معلم إضافي في حال لم تفهم المادة في المدرسة أو الجامعة. الآباء طبعا لن يعجبهم هذا الكلام لعبئه المادة عليهم، أعانكم الله. طبعا الأب لا يحب أن يرى شخص أفضل من سوى ابنه، فاطلب العلم والفهم. سادسا، اصنع خطة واقعية للدراسة، يعني دعك من الخطط الهلامية، سأذاكر مادة الساعة 7 ومادة أخرى الساعة 8 وهكذا، مش أخطبوط أنت. هكذا خطط الليل أغلبها لا ينفذ. يوجد مثل لدينا يقول كلام الليل لا يوجد عليه رباط، يعني يجب أن تكون خطة معقولة، ويجب أن يكون هناك فاصل أو استراحة لمدة ربع ساعة، يعني كل 45 دقيقة ربع ساعة استراحة. سابعا، ادرس مع مجموعة. أحيانا مذاكرة بعض الأصدقاء تكون جيدة لكسر الروتين والملل، يعني مذاكرة وفي نفس الوقت ترفيه، ولكن لا تجعلها دائمة، يعني بين كل فترة وأخرى. أيام الدراسة في المكتبة كنا مع الأصدقاء كل ساعة تقريبا نخرج ونشرب شيء أو نتكلم أو نذهب للصلاة في مصلى الجامعة، وهكذا لم نكن نشعر بعدد ساعات الدراسة الكثيرة وقتها. ثامنا، خصص مكان معين للمذاكرة، مكان هادئ بإضاءة جيدة وتهوية جيدة، ولكن لا تضيع كل وقتك في تنظيم مكان الدراسة. البعض لكي يدرس يجب أن يستحم وينظف الغرفة ويسكت الجميع، يعني تشعر أنه سيعتمر لا يدرس. تاسعا، اعتمد نظام المكافآت، وهذه النقطة تكلمنا فيها مفصلا في إحدى الحلقات، يعني إذا استطعت تنفيذ 70-80% من المخطط أو الجدول الذي وضعته خلال مدة الأسبوع، فيرتبط معك الإنجاز والمذاكرة بالسعادة وتنشط مركز الدوبامين في الدماغ. عاشرا، توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، المقارنة هي عدو النجاح الأول، وقبل كل شيء إياك من اليأس والإحباط، حتى لو فشلت في ذلك 100 مرة ستنجح في المرة 101. الأسد مثلا في 75% من محاولات الصيد الخاصة به تنتهي بالفشل، وأن 25% من المحاولات تتزين بالنجاح. لا يخطر في بالك أنه مستمر في الصيد رغم كل ذلك بسبب الجوع، لكنهم وجدوا أن كل هذه المحاولات بسبب غريزة المثابرة لديه. الأسد يدرك أنه لكي ينجح في 25% من المحاولات يجب عليك أن يفشل في 75%، تخيل. فتجد الأسد في السيرك مثلا يطعمونه بدون افتراس، بدون محاولات، فتجده بسبب غريزة المثابرة لديه أحيانا يفترس صاحبه، يعني يبقى شعور المحاولة لديه غريزة، وهي غريزة المثابرة، يحتاج أن يشعر بالفشل لكي ينال النجاح. أيضا أغلب بيوض الأسماك يتم التهامها قبل أن تفقس، ومعظم بذور الأشجار تأكلها العصافير، ومعظم صغار الدببة تموت قبل البلوغ. الدنيا تسير هكذا سواء أردت أم لم ترد، فيجب أن تدرك أنك لكي تنجح يجب أن تفشل، فلا يجب أن تستسلم عند الفشل، سواء في خطتك اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية أو الحياة بشكل عام. النقطة التالية، تحفيز العقل. العقل يشعر بالملل، هذه حقيقة علمية، لذا يجب أن تحفزه باستمرار بشيء جديد أو طريقة جديدة. فالجسم مثلا لا ينسى السباحة أو المشي بعد التعلم. اكتشف العلماء أن سائقي سيارات الأجرة لديهم الجزء المسؤول عن الذاكرة أكبر من سائقي الحافلات، وذلك بسبب أن سائقي سيارات الأجرة يسلكون طريقا مختلفا يوميا عن سائقي الحافلات، لذا فهم لديهم وعي مكاني أفضل. نفس سائق الباص الذي ركبت معه ذلك المرة، يعني جلس ساعة كاملة لا يلف بنا دون أن يعرف الطريق الرئيسي. لذلك حاول التجديد دائما بين طرق مذاكرتك بين الحين والآخر. في النهاية أتمنى أن يكون المقطع مفيد، وأتمنى أن تكون حياتكم مليئة بالنجاح والتفوق. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.